نحكي لكم على المشكل اللي وقع في الابن ديالي في المركب الرياضي بسيديوس بن علي. تعرض الولد ديالي للاغتصاب من طرف المدرب ديالو نادي الرياض نادي الرياضي الوداد الرياضي نادي الوداد الرياضي. وهذا الشيء كوقع يوم الجمعه مساء، وحنا اكتشفنا هذا الشيء يوم الاحد، لانه الولد كيتريني عنده يوم الجمعه. يوم الجمعه قال لي جا وليدي تمشي ترتب معايا الكواري في الملجا ديال فين كيحطوا دوك الكواري وهذاك الشيء، ودخل مع الكواري حطهم معاه ويقول لها جا وليدي ندير لك شي مساج، حاول يدير لي شي مساج، قال لي باش يقصح وجهك وهذا ولا شي حاجه. وجا من اللور وبقى كيتعنف هو وياه، الوليد ما بغاش، والولد في حاله مزريه، تحارب معاه حتى بزمه حتى عيا. وانتم كتعرفوا واحد سد على واحد الوليد، واحد عنده 40 سنه وواحد عنده 13 سنه، راه ما غاديش يتقارنوا، بارك الله فيكم. وهذا الشيء راه اكتشفناه حنا، مشينا درنا شواهد طبيه، اثار التعنيف المسائل كل شيء راه كاين في الشواهد الطبيه وكاين هذا. من اكتشفنا هذا الشيء نزل عندنا هذا الخبر بحال الصاعقه، التجأنا لرجال القانون، رجال القانون اللي قاموا بواحد المجهود جبار، ما استهنوش بالملف، ما استهنوش بالقضيه، ما استهنوش بالابن ديالي، ما استهنوش بابنهم اللي هو ابن ديال الدوله العلويه الشريفه ديال المغرب. خدموا معاه بواحد الجديه وبواحد الصرامه. الملف دابا راه غادي في التحقيق، غادي على احسن ما يرام. الدائره السادسه راه قامت بمجهود جبار، الدائره السادسه قامت بواحد المجهود جبار على وجه السرعه، وعلى راسهم السيد الرئيس امغار والسيد النائب ديالو السيد شاقور ورجال الامن كلهم مشكورين، وساندوا الابن ديالي اللي ساندوه معنويا نفسيا. وتنشكر الجمعيات الحقوقية، وتنشكر نعم سيدي الصحافة، الناس اللي قاموا، وهاد الوليد كاع اللي ديت عنده ولا اللي عرضتوا عليه ولا اللي شافوا تيقول لك راه ولدنا جميعا، والحمد لله راه كاين نزاهة وكاين قضاء وكاين قانون في المغرب والحمد لله. وهادي أنا دابا تنطلب بإعادة النظر في هاد الملاعب اللي كتحط غير هكاك، تنطلب إعادة النظر باش يكونوا وليداتنا يلعبوا في امان. هذا الوليد ديالي ها هو ما قبلش وما رضاش، وحاول يتبز مع هذا السيد، وحاول ولو انه ما غاديش يقلد عليه. انتم راه كتعرفوا داك الشيء اللي بغيت نقول، اللي راه عرفتوا بانه ما غاديش يقلد عليه وما هذا، ولكن راه جا وقالها لينا وبكى وداب. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.